بنهاية صباحنا اليوم حنروح للرمال وللمسة الأنثوية اللي دائما الأنثى بتتميز فيها. اليوم ضيفتنا متميزة، كان عندها نقلة نوعية بحياتها، يعني هلا بس نحكي عنها رح تتفاجئوا من إلى عالم آخر ضمن المجال. اليوم المكياج وهو اهتمام كل أنثى يا هايدي، قديه دائما بتحاول الأنثى تحافظ على هي الإطلالة الجميلة، وخاصة إذا كانت الصبية اللي عم تشتغل الميك اب هي ميك اب ارتست متميزه الى بصمه كثير مع فنانات كثير مشهورات، ان كان على الساحه الغنائيه او كان على الساحه الدراميه. اليوم الناس اذواق والصبايا اذواق، مو كل صبيه بتشبه ثاني بمكياجها، واليوم ضيفتنا حاولت دائما انه يكون لكل انثى اطلاله مختلفه عن الاخرى، يعني اليوم صحيح. ما فينا نحن نوحد ملامح المكياج عن ضيفتنا لليوم. اكيد يا رشا، كل صبيه مثل ما ذكرتي اليوم هي بتحب تعرف كيف تعمل ميك اب يناسبها او كيف تلجا اليوم لميك اب ارتست تعرف هي شو بيلبق لها اكثر لحتى تساويه. ومثل ما ذكرتي اكيد ضيفتنا مميزه، يمكن خبره اكثر من 15 سنه بالميك اب، عندها كثير من الانجازات واسمها كمان اكيد بيحكي عنها، وهي معروفه على ارض الواقع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. بيسعدنا انه تكون ضيفتنا اليوم لنتعرف على رحلتها اكثر بهيدا المجال ونعرف شو هي اساسيات الميك اب. اكيد صارت معنا ضمن الاستوديو الميك اب ارتست والمدربة المعتمدة الدولية ليندا مهروس. صباح الخير. يا صباح النور. اهلا وسهلا فيك، نورتينا. الله يسلمك. صباح الخير. صباح يعني الخير. الإطلالة بتحكي لحالها اليوم، دائما نحن بنشوف صاحبة الذوق اللي بتشتغل ميك اب من بشرتها من اهتمامها بنفسها، بنعرف اليوم انه نحن لازم رايحين على بصمة كثير حلوة. حبيبتي بدنا نقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اهلا وسهلا فيكي، فخورين جدا نحن فيكي بكل شيء اشتغلتيه على المستوى الدولي، واليوم انت اليوم لتعطي هي الخبرة اللي مشيتي فيها 15 سنة ضمن سوريا. ليندا عرفينا عن حالك أكثر. طبعا انا ليندا مهروسه، بنت سوريا من حلب، طبعا وزوجي من حمص، فلهيك الاكسنت بتشوفيها ميكس. طبعا انا عملت تغيير جذري بحياتي بعد ما طلعت من سوريا وسافرت للامارات. كنت انا بشتغل كنيرس ممرضه وفنيه تخدير اختصاصيه بجراحه القلب بالشام بمركز دمر بمعظم مشافي سوريا شغله فيها، بس اكتشفت عندي موهبه وانا جوا غرفه العمليه. لا تقولي لي بخياطه الجرح. هلا هو كله فن، يعني حتى اليوم كفنيه تخدير كان هو فن صحيح. او يعني بالتعامل مع الاشخاص باللمسه تبعنا. فاكتشفت اول موهبه عندي كانت هي السيلز، انا حدا بعشق السيلز، بحب بحب حتى انه يعني حتى كانوا الطبيبات اللي معنا بالمشفى يا اما قاعده عم مكيجون يا اما قاعده عم بحب هالاشياء. فاول ما سافرت على دبي اول مهنه اشتغلت فيها كسيلز للميك اب، وبلشت مسيرتي بهالموضوع، وكثير طبعا استمتعت لدرجه انه انا نسيت الشهاده ونسيت انه انا عدل الشهاده واشتغل بشهادتي. تمام، خلينا النقله يعني بعيده عن بعض، يعني من غرف العمليات والدم لعالم الجمال والانوثه. يعني بحب انا قصص، يعني حتى لما كنت انا روحي غرفه العمليات بحب انه اكون فول ميك اب، بحب الاشياء، بحب الحياه، تعطي طاقه للمريض، بحب الحياه. تمام. ليندا خلينا هيك نرجع لبداياتك، لما بلشتي ميك اب وسمعنا انه انت بلشتي مع الفنانه جيني اسبر، اول ميك اب كان على الفنانه، خبرينا اكثر عن بداياتك وكيف كانت الاراء اليوم عن هذا الميك اب. حبيبة قلبي، طبعا الفنانة جيني اسبر هي مو بس هي اختي وصديقة، انا بتصدقي انه اول شخص عملت له مكياج، يعني انا حتى ما كنت اعمل على ناس عاديين، اول شخص عملت له مكياج كان مرضى عند لقاء الفنانة جيني اسبر بالتلفزيون، وتاخرنا وما عادت لحقت، رحت لها تعالي اعمل لك. صدقا احلى مكياج كان هو هالمرضى، وهلا بحاول ارجع اعيده ما بيطلع. ما بعرف ليندا انه انت معقول عندك واو مكياجك حلو كثير، وبلشت فلهيك بعتبرها هي وجه خير، كانت هي البدايات لإلي السبورت بهالموضوع. وبلش عندي انه انا صرت مدربه لميك اب ارتست لشركات عالميه كبيره مثل ايف سان لوران، دوتشي جابانا او سيفورا،
وبلشت. وهلأ انا مدربة دولية معتمدة لمنظمة الاتحاد العالمي الأكاديمي. حلو. طيب اليوم ليندا يعني عندك شغلة مميزة حضرتك، يعني مو بس جيني إسبر، احنا ذكرنا من الفنانات في نادية جندي، ميادة الحناوي، وكثير من الأسماء الفنانات الكبار. يعني اليوم في ثقة مفروض تكون ما بين الصبي أو الفنانة وما بين الصبي اللي بده يشتغل الميك اب. واليوم ليندا عندك أنت خصائص جدا مهمة، اليوم دائما بتصفح صفحاتك على السوشيال ميديا بحس أنه أنت ما بتعملي مكياج مشبه الثاني حتى لنفس الشخص، يعني دائما بتروحي أنك تحاولي تعملي إطلالة جديدة لإله تبهريه حتى. يعني قديه مهم اليوم عدم التشابه، أو على شو بتركزي أكثر شيء؟ هلا اول شغله انا بركز بمكياجي شو اللي بيشبه الشخص هو نفسه. يعني انا اليوم الشخص اللي هو شخصيته ناتشورال لازم اعمل له مكياج هو يتقبل حاله، هي قاعدتي بالمكياج. ودائما بقول نظافه المكياج اهم من المكياج نفسه. وبنفس الوقت تعملي مكياج تقدر، يعني انا مثلا ممكن يجي حدا يعمل لي مكياج، ممكن مكياج عادي علي، يجي حدا يعمل لي مكياج ما لاقي حالي فيه، فانت تلاقي حالك بالطله تبعك، انه بتضلي انت مركزه انه الملامح ما تتغير. الملامح ما تتغير، دائما بتبع البساطه بتحلي. هي دائما قاعدتي بموضوع المكياج، انه كل ما كان نظيف وبسيط بيعطي فخامه اطلالي اجمل. صح تمام. ليندا خلينا نحكي عن نقطه مهمه، اليوم يمكن كثير من الميك اب ارتست بيلجؤوا للترندات، اليوم يمكن في عندك ترند الهندي وترند الغزاله، يمكن اكثر من ميك اب ارتست اليوم صارت تتساوي هيدا الترند على الصبايا، فلجأتي لهيدا النمط ام لا؟ بنسمع كثير انه ممكن يزيد المتابعين، يصير في شهره اكثر، ام ممكن كمان تقولي انه مو كل صبيه ممكن يناسبها هيدا الترند؟ خبرينا اكثر. هلا اوكي، انا بحب موضوع الترندات. دليل هالشيء انا عملت غنيه هيك صغيره فن ترند وجابت مشاهدات جدا عاليه باليوتيوب، تقريبا صار 24 مليون مشاهده. بس انه كنت عم بحكي كيف هيك الطريقه الفن بين الميك اب ارتست والعروس اللي بتنق لدرجه انه بتضل تاكل وبتضل انه لا هيدي غيره هيدي غيره. فدمجت اللهجة السورية مع اللهجة العراقية، وانه بالاخير بترك الشغل وبقلع العروس انه لحتى قال لهم ما تنقوا على الميك اب ارتست. بحب اكيد الترندات، بس بتسائب كل ما بيطلع ترند بكون عندي كثير ضغط شغل، فما ما بكون عندي وقت فاضي لاعمل هالترندات الجديدة. بس لا اكيد حلو اليوم نحن بالسوشيال ميديا، اليوم اهم نقطه بالسوشيال ميديا انك انت تعملي بالبدايه انتشار، يعني الناس لحتى تعملي تعرف. انتشار تفوت على حسابك، يعني ممكن تعملي انتشار ممكن بشيء انتقاد ما يعجبون او شيء، بس هن فاتوا صار زائر بحسابك إيجابيا صارت القصة. يعني من ناحية هلأ اللي بيدخل على صفحة ليندا ما يعني ببلش ويقلب بالفيديوهات ما بقى فيه وقف، يعني هي دائما حتى بالفيديوهات بكل فيديو عطيه فكرة جديدة، عطيه ضحكة جديدة، يعني ما الزائر ما بيمل. يعني حبيبة قلبي صفحة كتير حلوة. اليوم هي من أهم خلينا نقول ركائز التسويق يمكن عند ليندا لشغلك، لتعرفي الناس بشغلك بالأشخاص اللي بتشتغلي معهم. طبعا اليوم السوشيال ميديا بالاخص خلينا نقول بالامارات كثير بيعتمدوا، كوني انه انا عايشه بدبي فكثير بيعتمدوا على موضوع السوشيال ميديا، يعني الناس بتعرف بعضها بالاخص نحن بمهنة، يعني اذا ما شافوا هي والانستغرام بمثابه سي في، ما في عن يعني ما في صبيه بتروح على صالون لتعمل مكياج، تجي لعند اسم الميك اب ارتست مش اسم الصالون. فاليوم لازم انت تقدمي حالك، لو كان عندك افخم صالون ما حيكون عندك ولا كلاينت اذا ما جايين على اسمك انت شخصي. وممكن ما يكون عندك صالون، انا من الاشخاص ممكن كثير في ناس بيتفاجئوا انا ما في عندي صالون. وين بتشتغلي ليندا؟ انا مدربه دوليه بشتغل بعتمد على الدورات، وانا بس شغلي معتمد على العرايس والجروبات. بدبي ما في عندهم ثقافه الصالون، مش مثل اي بلد ثاني ابدا. كيف يعني؟ اشرحي لنا اكثر. يعني لما بتكون عروس وجروب ما بيروحوا ليعملوا مكياج بالصالون، بيعملوا بنفس الاوتيل او بنفس الفيلا بنفس القصر يلي هو فيه المكان تبع العرس، فما في عندهم ثقافه انه
أنا ما بحبوا هن بحبوا دائما انه هن قاعدين الخدمه نفسها تكون هي عندهم موجود يعني. فاليوم لما انا اليوم معظم الكلاينت تبعي في اي بي وعرايس، فاكيد انا بهمني العروس ما ضيف لها الستريس تبعها، قدم لها اللي هي بدها اياه بطريقه هي مرتاحه فيها. واللي بتاكل كثير عادي، بس انا كثير نفسيتي رايقه يعني. بالعكس انا بخلي الميك اب ارتست هي في موضوع كثير مهم. اليوم الميك اب ارتست مو بس ميك اب ارتست، لحتى تتعلم مكياج تصير ميك اب ارتست، في صفات كثير مهمه للميك اب ارتست. يعني الصفات هو شخصيتها، نفسيتها مع نفسيتها. اليوم العامل المكياج هو عامل نفسي كمان اكثر ما يكون جمالي. يعني اليوم الصبيه اللي عم تعملي لها مكياج اذا ما حبتك، اذا ما تقبلتك، ما حتتقبل لمستك. ونحن بتصير معنا قد ايه بنقول مثلا دخلنا على صالون ما ارتحت لشغله، ما حبيت لمساته يعني، وبيكون شغله حلو ولكن ما عرف يتصرف معي بالنفسيه الصح لحتى اقدر اتقبله. فهي من اهم الصفات المفروض تكون موجوده بعالم التجميل والميك اب. اكيد انا بمعظم دوراتي بقول لهم ما بكفي انك تتعلمي ميك اب ارتست، تتعلمي ميك اب لتكوني ميك اب ارتست. في كثير اشياء طبعا هذا عملته بالكتاب. طبعا انا عندي كتاب يدرس عن المكياج، بكتب قبل ما تتعلمي مكياج تعلمي صفات الميك اب ارتست بكل الديتيلز تبعها، بشكلها، بريحتها، بتعاملها، كيف تكسر حاجز الجليد مع الاشخاص. حلو كتير. أكيد. طيب خلينا نحكي ليندا عن العرايس. إذا بنحكي بشكل خاص اليوم أكترية العرايس عم تلجأ للميك اب البسيط الناعم بعيدا عن الفترة اللي مرقت. خلينا نحكي أكتر هيدا الشيء مناسب اليوم للعروس إنه تظهر بميك اب بسيط أم لا نحن لازم نكتر أكتر بما إنه في عروسهم؟ أنا هيدي النقطة اللي دائما بحكي عنها، العروس لازم تكون أقل مكياج من كل المعازيم. هيدي كتير مهمة لأنه اليوم العروس لازم تبقى هي شكلها، تشوف صورها دائما بقول لهم بعد 20 سنة تلاقي حالها هي، لحتى ما تلاقي حالها فيها شيء مغير. ولازم حتى إذا تغير الترند، أنا ضد إنه أعمل أي ترند لعروس، ضد إنه أنا أوفر بالألوان. دائما بروح للألوان الكلاسيك، الالوان الكلاسي اللي تضل هي بطريقه كلاسي. اليوم نحن بنشوف طبعا هذا الترند صار كل ما كان ناتشورال الميك اب كل ما بكون عم يعطي فخامه اكثر. طيب اليوم ولهيك انت قلتي اليوم لك عباره جدا جميله انه المكياج او الميك اب هو سلاح ذو حدين، يا بيظهر جمال المراه او بيخرب ملامحها. وهون مثل ما ذكرتي انه بتعتمدي على البساطه كرمال في مع بعض بس تشوف حالها تعرف انه مثل ما هي بقى يعني. يعني اليوم دائما الدعم سليندا باي مجال هو من كمان عوامل النجاح، التكريمات، الدعوات، انه يكون اليوم اسمك معروف على المستوى الدولي، هذا شيء جدا مهم اعطاكي حافز للتطوير. خلينا نحكي عن هي النقطه، التكريمات، الجوائز، وقد ايه حفزتك لتطوري من حالك وضلي تشتغلي على حالك؟ اكيد طبعا اليوم لما بتشوفي حدا عم بيقدر الموهبه اللي عندك او عم بيقدر الشغله كان كثير بيعطيني فخر لي. وطبعا تكريم كان من دولة الإمارات، هو أول تكريم بإعطاء الإقامة الذهبية الدائمة كصفة مبدعة وفخر لنا اليوم. اليوم صبية سورية يعني اليوم عم تتكرم دوليا يعني باسم حبيبة سوريا. قلبي فإنه اليوم أنا يعني حتى التكريم كان من الدولة كإقامة دائمة بصفة مبدعة، فهذا الشيء أعطاكي أكثر ثقة بنفسك وتقدير لإلك ولشغلك. وبلشت بعدين كجوائز الحمد لله، يعني كان عندي جوائز كثير واخرها واهمها هو جائزه التوب بيوتي للميدل ايست بين كل خبراء التجميل. كان بمنظمه الاتحاد العالمي الاكاديمي، كان مسابقه لكل ميك اب ارتست من كل بلد. حلو. شو بده من اهم الميك اب ارتست شو بده يقدم؟ فتخيل انا شو الشيء اللي قدمته.
قدمت طلعت عروس بدون ميك اب كثير خفيف فكان كل شخص عامل اللوك الارتستيك اللوك الغريب المشغول كثير فتفاجئوا لما طلعت عروس طبعا كانت هالعروس طلعتها تمثل عرس الامير عبد الله العروس تبعه فكيف كان شكل الاميره انه ناتشورال وطبيعي كثير بساطة الأميرة رجوة كانت شكل البساطة وكانت الصبية بتشبه فقالوا لي إنه شو أنتي المسابقة ميك اب وين الميك اب؟ قلت لهم هذا هو الميك اب إنه كان نحن عم نحكي الترند وين رايح قلت لها هذا الترند أعطيتي جمال ولكن بدون ما الأوفرا بعتي عنها تماما يعني. هذا الترند قلت له نتيجة خبرتي بالتعامل مع عرايس دائما الترند رايح ميك اب نو ميك اب كل ما عطى بساطة اللوك كل ما عطى فخامة صحيح تمام دايما البساطة هي يمكن أكتر شيء ممكن يضربه دايما نقول خالف تعرف بالنهاية انت اليوم جايتك على سوريا أكيد في تحضيرات لشيء جديد في كورس اليوم بالشام خبرينا عنه أكثر وكمان شفتها على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحتك أنه في دعوة للعديد من الفنانين خبرينا تفاصيل أكثر عن الكورس حبيبتي هلأ اليوم أنا هذا الكورس يلي جاي عليه على سوريا طبعا هذا دعم مني ومن منظمة الاتحاد العالمي طبعاً بوجه شكر كتير كبير لألون أنه لبوا هذا الدعم أنا معظم الصبايا اللي الكورسات اللي عم بعملها بدبي عم يجوني صبايا من سوريا وعم يدفعوا كوست كتير عالي لحتى يقدروا ياخدوا هالشهادة وهالدورة معي فاليوم قلت أنه اليوم أنا حققت نجاح بدول كتير مصر، الهند، الإمارات وكتير من دول عملت فيها دورات وعطيت شهادات اليوم كل هالنجاح بكفي وأنا نجاحي كبنت سوريا يكون بسوريا بكفي لازم نحن كأشخاص سوريين لما نقدر ندعم أي شيء لبلدنا اليوم إذا أنت ما نجحتي يعني إذا ما اعترف بلدك بنجاحك كل هالنجاح اللي برا ما بيعني لي اليوم أنا هذا الكورس فعلياً يعني من قلبي عم بحكي أقوى وأهم كورس بالنسبة لي يعني أكثر حتى من الكورس اللي بدي أعمله بألمانيا ولا بمصر ولا بأي دولة تانية عندي هذا الكورس هاد كورس هاد أنا هذا بلدي فجداً سعيدة وطبعاً حبيت أقدم للصبايا نتيجة الظروف الصعبة منهم ما عم يقدروا يطلعوا هي الشهادة شهادة معتمدة من منظمة الاتحاد العالمي هي الشهادة فيهم يطوروها لتكون دبلوم لتكون ماجستير وتتصدق مثل أي شهادة جامعية بالخارجية الإماراتية مع رقم ترخيص ويترجموها بأي بلد تاني أوروبي أو عربي فحبيت أقدم هيدي كهدية مني للصبايا الموهوبات ببنات بلدي وقديه هاي الشهاده اليوم سكليندا رح تزيد فرصهم بسوق العمل ان كان داخليا او خارجيا يعني بدي اسالك على نقطه الصبايا اليوم اللي حيحضروا الكورس هل حضرتك يعني او من عادتك انك انت بتتابعي فيما بعد انهاء الكورس يعني صبايا حضروا واخذوا هاي الشهاده ولكن تعثروا بنقطه ما يعني فيما بعد هل عم يكون في تشاركيه بيناتكم اكيد انا اول شغله قلتها للصبايا اللي مسجلين مع انه بسم الله العدد كتير كبير وأنا بصراحة تفاجأت بمحبة بنات سوريا تفاجأت يعني أنا جاي على سوريا قلبي سابقني من كتر كمية المحبة اللي شفتها أنا أعلنت عن الكورس بطريقة عفوية تفاجأت بالإقبال وإن شاء الله بكرة حيكون الكورس يعني بس ما هيك أنا قلت لهم أنه أنا معكم عملت جروب واتساب برد على كل مسج بيجيني حلو هي اهم نقطه اليوم انا مو جاي اعطي كورس ودير ظهري انا جاي سبورت يعني جاي اعمل دعم لهالشيء حتى انا مقدمت لهم للصبايا شهادتين شهاده دوليه معتمده وشهاده محليه من جمعيه الحرفيين طبعا بشكرهم جمعيه الحرفيين كمان انه ادعمهم بشهادتين شهاده برا البلد وشهاده جوا البلد لحتى تعطيهم امل تعطيهم ثقه وطبعا انا التكنيك تبعي في منهم بيقولوا انه الكورس يومين ممكن ما نستفيد انا التكنيك تبعي رح وصلهم المعلومه بطريقه مبسطه وسهلة بيشبه شغلي إن شاء الله يا رب انت بالختام عندي سؤال يمكن مؤخرا بتلاقي كمان الشباب عم تلجأ لهيدا المجال لتكون ميك اب ارتست من خلال تدريباتك اليوم اللي قمتي فيها كان في شباب موجودين وكيف برأيك اليوم عندهم هي الموهبة عندهم هيدا الذوق اليوم بالميك اب
كثير هلا الشباب صايرين ممكن ينافسوا كمان الصبايا طبعا. هلا الاسماء الكبيره كميك اب ارتست تشوفيها هن شباب، يعني الشاب اذا حب شغله واتقن سواء اذا كان شيف ولا هير دريسر ولا ميك اب ارتست، وكثير في شباب مسجلين معي بالكورس. حلو. وانا تفاجات انه معظم اللي مسجلين معي بالكورس فتت على صفحاتهم هن ميك اب ارتست وشغلهم بيطير للعقل. ولكن اليوم بحاجه لدعم او تسويق اكثر يعني. بس في نقطه دائما الصبيه دائما بتميل للشغل، انه بتقول لك انه الشاب يعني عنده لمسه غير او عنده، هل هو نظره الرجل للانثى يعني انه كيف يشوفها يعني؟ هلا ايه ممكن ممكن يعني انا بالعكس بميل للانثى بالمكياج. ليندا عندها شغله كثير حلوه يعني نح انا وانت وكم صبيه هون بحاجتها. ليندا عامله كتيب او خلينا نقول بيشبه المجله، غلاف المجله، يعني انت اول ما تفتحي بصير عندك فضول تعرفي يعني شو ضمنه. يعني ملخصت لك كيف تبلشي، نحكي عنه هيك ولو سريعا ليندا. اكيد اكيد هذا الكتاب عملته بكل حب ومن قلبي. طبعا الكتاب انه عملته حتى بطريقه مبسطه ما يكون كثير، لحتى ورجي انه حتى شخصيه الميك اب ارتست حكيت فيه، مو بس على الميك اب ارتست، شخصيتها، شكلها، الادوات اللي بتستخدمها، كيف تعاملها مع الناس، طريقه لازم التسويق بالسوشيال ميديا. اليوم اذا انت دربتي بكل شيء ما سوقتي بالسوشيال ميديا ولا حدا حيعرفك. فعم بحكي عن كثير اشياء كيف هي فيها تتطور كميك اب ارتست. حتى طريقه المكياج انت شارحتيها، كيف ننظف الفراشه، كيف نعرف. ايه طبعا، لانه يعني انا هي كثير مهمه. عندي براند انا لحتى سهل على الصبايا تبعي، اول شيء فكرت لما اعمل براند اعمل شيء يخدم المتدربات عندي كبرشز، شو البرشز اللي يستخدموها، وبيوتي بلندر ورموش. ليندا بيوتي، احنا بنعاني من هي القصه انا وهاي هذا لشو ليندا بيوتي. الحمد لله عندي براند بينباع باهم المتاجر بالامارات والمواقع الاونلاين، ليندا بيوتي، هن برشز وبيوتي بلندر ورموش. وقد ايه بتكوني مبسوطه اليوم لما تلاقي شغلك عم واسمك عم يوصل لاكثر من بلد؟ كمان شفنا على صفحتك انه عندك زباين وصبايا من بلدان مختلفه، احكي لنا عن شعورك كمان هون. طبعا انا كثير مبسوطه، انا بتفاجئ لما بكون بعلن على الانستغرام انه انا عندي كورس قريب، بتفاجئ اللي عم بيسجلوا معي الصبايا جايين من امريكا، صبايا جايين من جنوب افريقيا، تخيلي يعني المانيا، السويد، معظم لما بعمل كورس ما يعني ما بيجوا صبايا يعني انا بتفاجئ انه اخر صبيه كان عندي وحده من امريكا جاي وكان عندي وحده من جنوب افريقيا، فبسالها انه انت كيف، قالت لي انت بتعرفي انك انت معروفه بافريقيا، قلت لها لا عم تمزح يا تو ماتش. انا شفت لك فيديو وحده افريقيه يعني تماما اشتهيت اشبهها بعد ما كشفتها. هي هي يمكن اما لبنانيه او والده لبناني بس معالمها افريقيه، فبلشت بترند ليندا تقدر انه اقدر، بعدين حطت الميك اب انه يا الله انا يا ريت اشبهها. فكتير بنبسط اليوم قالوا لي انه ليندا اسمك بمصر، ليندا تعالي اعملي لنا بمصر، تعالي اعملي لنا بالمانيا، تعالي اعملي لنا كورس بالسويد. فانه انا بتفاجئ اليوم السوشيال ميديا كمان بنرجع بنقول سيف ذو حدين. نعم، لازم تعرفي تستخدمي السوشيال ميديا بطريقه تخدمك، بطريقه انت ما تقعدي بس تضيعي وقت على تقلبي بالانستغرام تشوفي حياه غيرك، خلي حياتك بطريقه يعني تقدمي حالك بطريقه تخدمك تدخل لك مصاري. اليوم انا السوشيال ميديا هي مصدر دخلي، يعني انا بعتبرها هي صالوني، هي مركز التجميل، لانه انا اسمي اليوم عم يوصل للعالميه عن طريق السوشيال ميديا. اليوم ما ضل بس التلفزيون لانت تحققي صحيح اليوم اكثر، وبكفي التواصل بينك وبين الناس يعني. طبعا طبعا اليوم شركات عالميه انا بعلن لهم من دول عالميه يعني وصلوا لاسمي عن طريق السوشيال ميديا. فدائما بقول اعرفوا استخدموا السوشيال ميديا لتخدمكم مو تضيع لكم وقتكم. اكيد ليندا اليوم 15 سنه من الخبره والتجربه الجميله، وكل سنه انت عم بتزيدي تالق وجمال وخبره اكثر، يعني اليوم نعرف اسمك دوليا، واليوم حضرتك عنا موجوده بسوريا دائما. احنا الحلم مستمر ولا الحلم بقيه مثل ما بنقول. بالختام ست ليندا، طموحك وحلمك لوين؟ طموحي دائما منقول النجاح ما له حدود. صح. وطموحي ما له حدود. انا من زمان كنت متمنى انه كلمه
كانت ماما دائما تقول لي وزوجي اللي ان شاء الله للعالميه. ما كنت اتخيل انه انا عن جد اوصل للعالميه، واليوم زوجي معي طبعا هو دعم لي دائما، هو عم يدعمني بكل مرحله وبكل مكان. بقول الطموح ما له حدود. صحيح، الطموح ما له حدود، وبدي ضلني مستمره كبنت سوريا مثل بلدي بطريقه حلوه. نحن فخورين فيك وكل شغلك خلال اليوم، يعني كلامك لازم يعطي دافع لصبايا كتير عندهم هذا المشروع اللي يبلشوا فيه، يكون عندهم ثقة بحالهم أكثر. شكرا لحضورك اليوم، نصبح على زوجك اللي مرافقك اليوم ونظرة عينه هاي الأعجاب والدعم. أكيد محيط الدعم هو كتير مهم بحياتك. شكرا ليندا، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم، شكرا لوجودي معكم، شرفتينا ولريحة البلد، نورتينا يا ليندا، وأكيد بنتمنى لك كل التوفيق بالكورس والمزيد من النجاح بأيامك القادمة. تستاهلي أكيد. شكرا كثير لكم. يا هلا.